عمامتك قيمتي مسح جبهتك ليش شلت عمامتك قيمتي مسح جبهتك ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب وعلى صدرك تلتفيت والقميصك عاينت وعلى صدرك تلتفت والقميصك عاينت وزينب النحرك تشاهد والدميع منها يصب وزينب النحرك تشاهد والدميع منها يصب شبدك قليت مصيوبة وعمامتي مسلوبة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا سفينة النجاة ويا باب نجاة الأمة يا غريب ويا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي سيدي فنفوز فوزا عظيما يا غضبة الأقدار هبي فقد آن إلى الأقدار أن تغضبا إن التي يسدف أستارها جبريل حسرى في وثاق السبا ومن على أعتابها تخضع الأملاك يقفو الموكب الموكب خواضع ما بين العدا لم تجد لها من ذلة الأسر مهربا وعز على الأملاك والرسل أن تمسي لأبناء الخنا منهبا أيوا سيدتا أيوا زينبا تود لو أن الدجى سرمدًا سرمدًا
لما عن الرائي لها غيبا، وإن بدا الصبح دعت من أسن، وإن بدا الصبح دعت من أسن. يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، لا أهلا لا أهلا ولا مرحبا، أبديت يا صبح لنا أوجها، لا جلال الله غايا يا يا تحجبا تراك قد هانت عليك التي عن شأنها القرآن قد يا عربا وما جنى يا شمس جان كما جنيت في حرات آلي العبا احسين يا ابن ام تراني ماشيه وراح وقت الراضيه ومو راضيه، احسين عنك ماشيه وغصبا علي وصار بيد عداي امر ومو بدي يلجنيت عن الشمس تكسر لفاي هسه بهالشمس جثتك عايفاي هسه بهالشمس جثتك عايفة خويا زينب خويا زينب بعد مو زينب أمس خويا زينب بعد مو زينب أمس أمس نسمع صوت العدها لما ينهجس أبضر النايا قمت لوذ من الشمس وعلى حر القاع أركض حافية وعلى حر القاع أركض حافية المصيبة العظمى يا موالين يا محبين خويا خويا أنا الما ينشاف أنا الما ينشاف طول عدها لي أنا الما ينشاف طول عدها لي من عقب فيتك وفيت كافلي خويا وفيت كافلي كلها صاحت هاي زينب بنت علي والله كلا صاحت هاي 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 زينب بنت علي بنت علي إن شاف طولت شان ما حد شايفي إن شاف طول الجان محد ومن الحومة عنت بدرب الخطر
امداغنا وتنشد على درب النهار تقول يا هناي يا ياس ما شفت وقمار ما شفت وقمار والله هو من سابع سما وينجوم هو من سابع سما وينجوم أنا مهضوم مهضوم يا أخوي اعتنيتك وعلى الشريعة دوريتك أنا لا يسرى لا يسرى ولا يمنى لقيتك لقيتك يا لضيعتني وضيعتك يا لضيعتني يا ابو فاضل يا اخوي وضيعتك ضيعتك والله لا تظن يا اخويا نسيتك كل صوت ضربوني نخيتك خويا نشدوا عليك ودنقي انا وقال الرجس عباس وين خويا وين وين شتمه وابونا من بجينا اي والله شتمه وابونا بجينا انا لله وانا اليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وصلت بنا النوبة إلى ختام الأبحاث في هذه الآيات المباركة كما وعدنا في الليلة الأولى عندما كنت في خدمتكم في آثار الإكراه، لأن هذا الرجل المسمى بالتواريخ ذو نعاس من ملوك حمير أراد أن يجبر جماعة من البشر على اعتناق عقيدة اليهود وترك المسيح ودين المسيح، فقلنا نتكلم عن آثار الإكراه. الإكراه ما هو الإكراه وما هي آثاره؟ لاحظوا أخوتي الكرام، من أهم الأمور التي يرتبط بها الإنسان منذ بدء الخلق هو العلاقة بالخالق تبارك وتعالى. وكيف تكون هذه العلاقة؟ لابد أن تكون له رابطة للارتباط بعالم الغيب. ولهذا شوف تعددت المذاهب والمشارب، بعث الله الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه على أهل البيت وعلى الأنبياء أجمعين، فتلاحظ من
أشد الأمور التي يصعب على الإنسان تغييرها هو أن يعتنق فكرا معينا، عقيدة معينة، ثم يطلب منه أن يتحول عن هذه العقيدة. هذا الذي يشير إليه حديث إمامنا الصادق عليه السلام: ثلاثة أشياء كل واحد من الناس يقول أنا فيها على صواب وعلى حق: دينه الذي يعتنقه، وهواه الذي يستعلي عليه، وتدبيره لشؤونه. كل واحد يقول أنا الأصح. هذا في إشارة إلى أنه الناس دائما تتعصب لما تعتنق من عقائد وأفكار. الإكراه تارة، هذا الإنسان يريد أن يفرض عقيدة أو فكرا معينا على جماعة معينة من البشر، وهذا الفكر، أما أن يكون المقابل يعتنق عقيدة خاطئة كعبادة الأصنام مثلا، عقيدة فاسدة، ومرة يريد أن يزحزح أو يغير عقيدة جماعة مع أن عقيدتهم صحيحة. مثاله ماذا؟ ما كان يفعله المتوكل العباسي عندما قصد هدم وتخريب قبر الحسين عليه السلام، وعندما أراد أن يمنع الناس عن زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تلاحظ أنه يفهم المعنى على هذين الوجهين. فلنأتي إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما بعث وكان الناس يعبدون الأصنام وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. تلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وآله على صدق دعوته أو صدق نبوته وحقانية دعوته ما أكره إنسانا على أن يدخل إلى الإسلام. لاحظوا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أفأنت تكره الناس، لاحظ هذا في إشارة إلى أنك ماذا؟ لا ينبغي لك أن تكره الناس، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. النبي كان يعرض الأدلة والبراهين والمعجزات بين يديه لمن يأتي إليه يريد أن يدخل إلى الإسلام، في إشارة أن تدخل عن رغبة وقناعة لا أن تدخل عن إكراه. لاحظ، بل أوصاهم في فتح مكة، قال لهم في وصاياه: إن دخلتم مكة فلا تلحقوا مدبرا. اللي يفر منكم من ساحة المعركة لا تتبعه، لا تلحقه، انت ما مأمور تروح تلحقه وتكرهه على ان يدخل الى الاسلام. لاحظ شلون. ولكن لما كان يجلس بين يديه من يجلس، لما يعرض عليه رسول الله دعوته الحق يبينها بالأدلة الحقيقية الواقعية بما لا يقبل الشك، يؤطرها بمعجزة من المعاجز، هذا يطلب منه معجزة. لاحظوا، فكان مثلا يلتفت إلى الحصى، يأخذ قبضة من الحصى يسبح الحصى بين يديه: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مع هذا المنظر، مع هذا الموقف، إخوتي الكرام التفتوا، ظهرت لك الحقيقة، ظهر لك الحق، بان لك صدق المدعى، بانت لك المعجزة، بعد انت ليش ما تؤمن؟ ما الذي يمنعك؟ إذن انت من المعاندين، إذن انت من الجاحدين. عند ذلك النبي لما يصل به الى هذه الرتبة يقول له: اما ان تدخل الى الاسلام او ماذا؟ او تضرب عنقك. لاحظوا، ومع ذلك كان النبي ينتظر أمر الله تبارك وتعالى في من يعرض عليه السيف.
في إشارة إلى أن ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يهرق الدماء. لاحظ شلون قبل ممن قبل من كثير منهم إسلاما ظاهريا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ماذا؟ قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أي إيمان هذا؟ يقول إمامنا الصادق إلا وهم مشركون. هذا شرك الطاعة لا شرك العبادة، أنهم يشركون بطاعة الله طاعة الشيطان والعياذ بالله. ومع ذلك ماذا؟ النبي ما أكره أحدا. لاحظ النبي ما لم يكره أحدا. في يوم من الأيام دخل عليه أربعة من المشركين، قدم بين يديه الدلائل والبينات والمعاجز، فأبوا وعاندوا، فكان يأمر بالواحد تلو الآخر بعد أن أصروا على عبادة الصنم، خذوه اخرجوه عن المسجد واضربوا عنقه خلص. وصل إلى الرابع من أصحابهم، قال وأنت ما تقول؟ قال لأن أقتل على دين أصحابي أهون علي من قبول الدخول إلى الإسلام. فهبط عليه جبرائيل عليه السلام، قال يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول لك لا تعجل عليه، فإن فيه من الأخلاق الطيبة والخصال الحميدة ما تحمد فيه. قال وما فيه يا جبرائيل؟ وهذا بين يديه مشرك لم يعجل عليه. قال إنه يقرئ الضيف، هو غيور على عرضه يعين المحتاج، وكان رجلا مضيافا مطعاما في قومه. فالتفت إليه رسول الله قال هذا حبيبي جبرائيل يخبرني عن الله تبارك وتعالى إن فيك من الخصال الحميدة كذا وكذا وكذا. قال الآن قد صدقت نبوتك بأنك أنت نبي، لأن هذه الأمور لم يطلع عليها أحد إلا أنا وقل من قومي، وأنت لست منهم. لاحظ شلون امدد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما في إكراه مولانا، الإكراه ليس من مناهج الأنبياء. لاحظوا لما تأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقد بويع على الخلافة، قال يا مالك تخطى بين الصفوف وقل للناس من خرج مكرها لبيعتي فليخرج ولا شيء عليه، وعطاؤه مستمر من بيت المال. أنا ما أريد بيعة بالإكراه، مع أنه ماذا؟ كلهم سمعوا من رسول الله علي مع الحق والحق مع علي. ومع ذلك شنو؟ أمير المؤمنين يمثل النهج، نهج القرآن، يمثل نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أريد بيعة بالغصب بالإكراه. لاحظوا يقولون له في إحدى حروبه يا أمير المؤمنين إن فلانا قد فر من جانبنا والتحق بالأعداء. قال لا تلحقوه، دعوه ودعوا من يفر إلى الجهة الأخرى، فإنه إنما يفر يتحول من الجنة إلى النار. اللي يريد يعوف الجنة أنا شو أسوي له؟ أنا ما ألزم بالإكراه أدخل إلى الجنة، إنما يتحول المتحول من الجنة إلى النار. علي مع القرآن والقرآن مع علي. لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام، كلكم في ليلة عاشوراء، ألم يجمع أصحابه ويقول لهم هذا الليل قد أرخى سدوله وأنا راض عنكم، وإن القوم إذا ظفروا بي شغلوا عن طلب غيري، ففروا وانجوا بأنفسكم. يخيرهم أبو عبد الله، ما أراد أحدا حتى قالت له زينب أستخبرت نوايا أصحابك أخي أبا عبد الله؟
قال إنهم يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. إكراه، ما في إكراه. الإنسان دائما خلي يرفع هذا العنوان، أنه الإنسان يكره على نحس. تقول لي لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نعم نعم، هذا لا إكراه، لا إكراه في الدين، مو في باب أنه الإنسان يروح يعتنق أي دين. لا لا، لا إكراه في الدين أنه الإنسان بان له الحق، فلا داعي لأن يكره ويجبر على اتباع الحق. بلغ الدين من الوضوح أن الإنسان يستطيع بعقله أن ماذا؟ أما أن يكون من أهل النار أو أن يكون من أهل الجنة. ويجعل ذلك يشوف إحنا اليوم الناس في زماننا هذا، جميع الناس كلهم يعرفون الحلال والحرام، صدقوني. إذن علامة يركبون الحرام. لو الآن أنا أسوي إحصائية في أي بيئة مجتمعية وتسأل أسئلة ممكن نعتبرها بديهية عن الحلال والحرام، تطلع عندك نسبة عالية يعرفون هذا حلال وهذا حرام. الدين واضح للناس، لكن علامة الناس يذنبون، يذنبون لأنهم استخفوا بعاقبة الحرام، من الاستخفاف بعواقب الذنوب يذنبون، لا من الجهل بأن هذا حرام أو ليس بحرام. لاحظ، لأجل ذلك لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، اللي يريد يصير من أهل الرشاد، اللي يريد يصير من أهل الغواية شنو؟ وهذا هو ديدن الإرادة، إرادة الإنسان في أن يكون مختارا. ليش؟ قال الله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لاحظ، فإذا لا إكراه في الدين. هذا الإكراه بمعنى أنك تلجئ هذا الإنسان وتجعل له مسلكا واحدا ليس له سواه، لا بد له أن يسلكه، فيكون عند ذلك ماذا؟ مكرها لا مختارا لا مريدا. ما لقى له غير هالطريق، قال له خلنا سلكه. هل هذا من الأمور التي أشار إليها القرآن؟ نعم. لاحظوا، حتى إذا أدرك من هذا؟ هذا فرعون. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شوف، لما وصل آخر لحظة شاف ما في مفر إلا أن يؤمن، ما انتفع بإيمانه. ليش؟ لأن الإيمان في تلك اللحظة ما كان عن اختيار، وإنما كان عن فرار وعن إلجاء. في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام إن جبرائيل قبل حصول حادثة الغرق لفرعون، جبرائيل بنفسه نزل بلباس أنسي، يعني دخل عليه بلباس بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ودخل على فرعون قالهم أنا عندي مسألة أريد أخذ بها راية، استأذنوا لي. دخل عليه وهو لا يعرفه طبعا، قال أسألك عن شخص أريد حكمك فيه. قال ما تقول، أي شخص هذا؟ قال شخص قد وكلته وكالة، أعطيته أموالي وأوصيت على عيالي وأنا رحت في سفر. هذا يوم فارقته ورحت في سفر، بعد عيالي وقام يغدق بالنعم والأموال على أعدائي، خالف الوكالة
ما تقول فيه؟ بدل ما يوصل عيالي وصل منه؟ وصل أعدائي. قال هذا يقتل ويقتل شر قتل. قال وأي قتلة تقصد؟ قال يقتل غريقا بالماء. هو حكم على روحه. قال لا تقدر تكتب لي، يقول هذا الإمام الصادق يقول. فقال له اكتب لي كتابا بما تقول وامضي اختم هذا الكتاب. قال علي بورقة وكتب، كتب الحكم مالته. قال له اختم هذا، ختم اعطيني الورقة. أخذ الورقة جبرائيل، يقول يوم أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طلع له الورقة، قال له أنت حكمت على نفسك يا فرعون. شوف شلون هذا لا ينتفع بإيمانه. هذا نموذج يضرب القرآن. جاءوا في زمان الإمام الهادي، أنا في باب أن الإكراه، الإكراه لا ينتفع به. يخلص الوقت. بزمان الإمام الهادي جاءوا بنصراني جلكم الله فجر بامرأة مسلمة، يوم أدخلوه على الخليفة العباسي أعلن إسلامه على أساس أن الإسلام يجب ما قبله. قال لك بعد أنا ما علي عقوبة، خلص أنا كنت نصراني صرت مسلم. أنا هذه الجريمة وين سويتها؟ سويتها في زمان ما كنت على دين النصارى، فالإسلام يجب ما قبله فرفعت عني العقوبة. فاختلف فيه الفقهاء بين قائل بالجلد، بين قائل بأنه هذا يترك لا عقوبة عليه. فالخليفة العباسي قال لهم طالما اختلفتم فلنرفع الأمر إلى الإمام الهادي عليه السلام فلننظر ما يقول. فأرسل الإمام الهادي جوابه سلام الله عليه أنه هذا يضرب حتى الموت، يرجم حتى الموت. قالوا لقد دخل إلى الإسلام، أنت شلون هالشكل حكمت؟ قال حكمت لما قال الله تبارك وتعالى، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال لهم هذا الدليل من القرآن، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أرجموه حتى القتل. كذلك أنت لما تتنزل بمعنى الإكراه اليوم، لاحظ شلون لما الإنسان اليوم يتوب عن قدرة وتمكن وعن قناعة بأنه هذا هو طريق الغي، والتوبة طريق الرشاد، تختلف عن الإنسان إذا ما كبر سنه وأفلس ولا عنده قوة جسدية ولا عنده قوة مادية يباشر شهواته. توبة تختلف، صح؟ هذا الموجود، هذا مو هذا اللي يذكرونه بالأبيات. قال أبو سعيد مذ رأوني عفيفا منذ عام ما شربت، قيل لي على يدي أي شيخ تبت؟ قل لي، قلت على يد الإفلاس تبت. أنا ما تبت لأن الخمر حرام، تبت على يد الإفلاس تبت. أكو هواي ناس على يد الإفلاس التوب مولانا. هذه التوبة مو عن قناعة، هذه التوبة ما أنه جاء برغبته طواعية إلى الله عز وجل وترك الغواية وإذا إلى الهداية. الساعة تقول لي مقبولة، إن شاء الله مقبولة، لكن هذه أثرها ليس كأثر الإنسان إذا كان أيام قوته أيام شبابه أيام تمكنه ويقول لا بد لي من أن أتوب. لاحظ شلون هذه كأنما ألجأته الظروف إلى التوبة. لاحظ هذا يقول الركعة من الشاب خير من الركعة من الشيخ الكبير مثلا، في بعض الأخبار يفهم هكذا. ليش؟ لأن هذا الفتى هذا الشاب في مقتبل العمر عنده قوة وعنده أموال يقدر يباشر الحياة، يتركها وينصرف شنو إلى الطاعة. لاحظوا
هسه هذا مو بنوع من بخش حق كبار السن، لا لا لا، هذا ما له علاقة، هذا مش مفهوم علمي أخوتي الكرام. هذا مو أنا، البركة مع الشيبة، البركة مع كبار السن، الشيخ في بيته كالنبي في قومه، البركة مع كبار السن. لا لا، أنا جاي أبحث الأمر من باب علمي مولانا، ومو من باب أنه الإنسان اللي صرف عمره كله يصائم وصلي متقي إلى أن كبر سنه، لا لا، هذا مو ما داخل بالكلام مالتنا، احنا ما جاي نتكلم عنه، نحن نتكلم عن الإنسان الذي شاب رأسه وشابت لحيته ولم يستحي من الله تبارك وتعالى. احنا كلامنا عن هذا، ولا أنتم بحمد الله إن شاء الله من المحفوفين ببركات الحسين عليه السلام، يكفي أنكم تقيمون العزاء، تحضرون العزاء، تحيون مآتم الحسين، ومن أحيا مجلسا يحيا فيه أمرنا، أحياه الله أو أحيا الله قلبه ولم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هنيئا لكم. أنا كلامي في غير معنى مولانا، ولهذا شوف مرة يكون الإنسان شنو إكراه، هذا الإكراه، الإكراه ما في ثمرة. ليش؟ لأنه العقيدة إذا كانت بالجبر هذا راح تكون عقيدة متزلزلة. إذا الريح مالت مال حيث تميل، الله عز وجل يريد من هذه العقيدة أن تكون عقيدة مستقرة، يريد من هذا الإنسان المؤمن الذي يؤمن بعقيدته أن يعيش الله في نفسه، وأن يعيش للناس لا لنفسه فقط. لاحظ شلون، هذا واحد من معاني من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، أن لا يقول نفسي وحاسب، أن ينظر إلى الناس على أنه في مجتمع يتفاعل معه، يتأثر بهم ويتأثرون به. ولهذا شوف واحدة من أشد وأعظم مناقب رسول الله، إن الناس في ذلك اليوم تنادي نفسي نفسي، وهو ماذا ينادي؟ أمتي أمتي. ما يعيش لنفسه، يعيش لمن؟ يعيش للناس. فخاطبه الله تبارك وتعالى، ما قال وما أرسلناك رحمة لقومك، وإنما أو للمؤمنين، قال وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، إن العالمين جميعا يحفهم برحمته صلى الله عليه وآله، ويعيشون بنفحة من نفحات رحماته صلى الله عليه وآله. فهو رحمة الله الواسعة في هذا الوجود. لاحظوا، أجل ذلك شوف العقيدة دائما تكون إذا اعتنقها الإنسان عن قناعة وبقبول حسن، شوف بعد يكشف صدره مثل عابس ويصيح حب الحسين أجنني، مو يا لا، يخرج ذاك الغلام وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير. إذا أنتم أميركم فلان، أنا أميري منه؟ أنا أميري حسين. لاحظ شلون، هذا لأن العقيدة ماذا؟ مو عقيدة مجبور على قبولها، مكره على قبولها. أنت اليوم على بعد الزمان بينك وبين الحسين، أنا أقول في هذا المكان المبارك صلى الله عليك أبا عبد الله، أنتم كلكم تطاطون وتدمع عيونكم، الله أكبر، هذه الجمرة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. لاحظ، لذلك شوف هذا كله من الحب للعقيدة، من اعتناق العقيدة عن حب وعن رضا وعن قبول لا عن إكراه. لذلك ما نرى في ديننا شيء اسمه الإكراه، فقال لا إكراه في الدين تبارك وتعالى. نشوف الإنسان دائما أخوتي الكرام، هذا الكلام طبعا بهالموضوع واقعا أنا أقتطع لأنه الوقت انتهى، ولكن أقول أنه الإنسان دائما فليتوجه بالدعاء إلى الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف أنه الناس يوم دخلت سبايا إلى الكوفة
كانوا في الكوفة من شيعة أمير المؤمنين، الله، ويشوفون منه علي بن الحسين زين العابدين إمام ابن إمام، لم ينصرونه، لم تخاذلوا عن إمامهم، الله. وقد نظر ابن زياد إلى إمامنا وهو مسجى في رواق في قصره فقال: من هذا؟ قيل له: هو علي بن الحسين. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ فرفع الإمام إليه طرفه، قال: كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. قال: بل قتله الله. فأجابه علي بن الحسين عليه السلام، قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: وبك جرأ على جوابي، خذوه واضربوا عنقه أيها سيدا. عندها رمت زينب عليه السلام بنفسها على مولانا علي بن الحسين وقالت: يا ابن زياد، حسبك ما سفكت من دمائنا، فإنك لم تبقي لنا خدايا، فإن عزمت على قتله فاقتلني معه. والله يا ما تعمد ولزمة ذياله يا ابن زياد ارحم سقم حالي، والله عدل خليه واذبحني بداله غير الحراير والمات. عندها قال: دعوه لها عجبا للرحم، فوالله ودت لو تقتل دونه. أخذته عمته زينب، والله زينب يا أخو زينب بحيرة يا أخوي بحيرة، لا أهل عدها ولا عشيرة، بس هل علي للمال غيره، يا رب حفظ لها الأسيرة. عندها قال: اخرجوهم الى الخربة. ايوه ويلاه، من بعد تلك الديار العامرة في بني هاشم زينب تجلس خربة على التراب. جلست زينب في تلك الخربة، راد يأذيها بعد، السوى هذا علق رأس الحسين عليه السلام في زهوية من الخربة حتى يقطع قلب زينب، وعلق رأس العباس في زاوية أخرى. أيها سيدتا، أيها زينبا، جاءت إلى تلك الخربة امرأة توزع الطعام، أقبل اليتامى إلى عمتهم زينب، قالوا: عم زينب، هذه امرأة توزع الطعام علينا. قالت: دعوني أنظر، ما قصة، ما خبر هذا الطعام؟ قالت: سيدتي، إنه طعام ناذر، إني نذرت نذرا، شوفي يا ولدي يتيمي بدعاء الحسين، ها، وقلت لأصنعن طعاما أوزعه على الفقراء. الله، بني هاشم أنتم فقراء، الله أكبر، تصدق الوادم علينا، وعطايا الناس كلها من دينا. أيوة ويلا. قالت: لو نظرتي إلى الحسين هل تعرفي؟ قالت: وكيف لا أعرف سيدي ومولاي؟ قالت: إذن هذا هو رأس المولى أبي عبد الله الحسين. وانظري إلى هذه الجهة، نظرت المرأة قالت: وهذا رأس قمر العشيرة بالفضل العباس.
قال سيدتي ومن أنت يا نور عيني؟ قالت أنا زينب ابنت علي. أنا زينب الحار ابن زماني، والله زماني وفقدها البيت رماني. عندها زينب عليه السلام غيرت المصائب، غيرت النوائب، انعقد مجلس للبكاء، اخذت تنظر الى ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه وعليها. خلينا هذه الابيات نقراها سوية. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب طلعت من الوطن وياك عايل لي الصفة بحالي، النوبة من اطلع ويا القوم من هيبة تشتب غالي، انا امي الخدر زينب المحد شاهد خيالي، اطب من مجلس المجلس وعين الغروب تبرالي. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب خويا يا حرة ابتليت مثلي ومثل مصيبة انصابت، وياه العيدها مثل اخوان ومن هضنونها خابت، عفتهم صار عاد تربان وعين مني البجة شابت، بقلب قبورهم صارت ودنيتي بعد ما طابت. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب. لمناسبة وفاة أحد أخواننا من خدمة هذا المأتم، هذه الحسينية المباركة، الحاج صالح حسين الحداد، نهدي إلى روحه هذا البيت وإلى جميع أرواح المؤسسين من الماضين، أطال الله أعماركم إن شاء الله. والله أخذاني أخذاني شريدا، والله وين أخذاني، شنو من أعذار باكر، شنو من أعذار باكر، اخذاني اذا رب بذنوبي، والله اخذاني احلفك سيدي ابا عبد الله، احلفك باللي صاحت اخ اذاني من هاي رقية لما سلبوا منها الاقراط، ها والله سيدي احلفك باللي صاحت اخذاني اخذاني، تنغر ليلة الوحش علي. اي والله ان شاء الله يحضر الحسين هذه الليلة
وجميع الموتى من المؤسسين. وياي وياي خلي بهذا البيت. اي والله تنغر ليالة الوحشة، يا على نسألك وندعوك يا الله تقبل منا هذا العطاء يا رب. اللهم لا سيما إلى روح المرحوم الحاج صالح الحداد، اللهم آمنه هذه الليلة في قبره يا رب. اللهم أدخل عليه الروح والريحان، اجمع بينه وبين أهل البيت عليهم السلام. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهي لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا أذهبته. اللهم ارحمنا وأهلنا ومن يلوذ بنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم عجل لإمام زماننا الفرج، وسهل له المخرج، واجعلنا من المنتظرين لفرجه الشريف. اللهم اجعل هذا البلد عامرا بأهله وآمنا، وسائر بلاد المسلمين. تقبل من الحاضرين والسامعين والسامعات فردا فردا، واستجب لدعائهم يا رب. اللهم واجعل هذا الثواب هدية إلى أمواتهم أجمعين، وإلى أرواح المؤسسين والعاملين والقائمين على هذه الحسينية المباركة. وبلغ أرواح الجميع يا رب ثواب الفاتحة، تقدمها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش شلت عمامتك قيمتي مسح جبهتك؟ ليش شلت عمامتك قيمتي مسح جبهتك؟ ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب؟ ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب؟ وعلى صدرك تلتفيت والقميصك عاينت، وعلى صدرك تلتفت والقميص